السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنديرو السندويتشات ديال الدار هائلين، يعني هومبرغر ديال الدار. كنحتاج واحد الإناء اللي يكون نقي بطبيعة الحال، كنوضع فيه واحد الكيلو أو القدر اللي غنحتاج فيه ديال اللي غيقدني اللي غندير بها هاد السندويتشات. هنا درت كيلو ديال اللحمة المفرومة يعني ديال الكفتة، وفيه معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الفلفلة حلوة، وقبيصة ديال الفلفلة حارة، ومعلقة صغيرة ديال السكينجبير، ومعلقة صغيرة ديال الكمون، وواحد القبيصات ديال القرفة، وواحد القدر ديال الملحة، وكندير واحد المعلقة صغيرة ديال الزعتر أولا واحد القبيطة ديال القزبر ومعدنوس، وكندير واحد المعلقة صغيرة ديال مطيشة ديال الحك. هنا درت جوج معالق صغار ديال مطيشة ديال الحك أولا معلقة كبيرة ديال مطيشة ديال الحك، عندكم اختيار. سالو ميزامي، فوز الي بيان، با جيسبيغ اوجوردي تو سامبلومون جو سوي اون تران دو رياليزي هومبرغر ميزون. بيان سور كون فو فوني دو فوار جو فيان دو راجوتي سور لا فيوند هاشي ميز ايبيس، و فو الي تروفي سيز ايبيس بيان سور سور لو ليان. جو ميلونج لو ميلونج اي جو لاس ماسيري دو كوتي، سيتادير جو ريزيرف دو كوتي. كنخلي هاد الخليط اللي كان معكون لكم كنخليه جانبا، وكنمر نصوب الباقي. كنقطع هاد الكفته يعني على حسب الشكل ديال الخبز، الا كان داير اولا مربع، الا كان الخبز كبير اولا صغير، اولا غادي نديرو يعني مدوبل، اولا غادي ندير غير ساندويتش واحد كبير، يعني على حسب الشكل. اي لا جو بيان سور جو سوي اون تران دو فاسوني لي ستيك هاشي سولون لا فورم بيان سور دو بان اي سولون لا ديمونسيون تو سامبلومون. هنا غادي نصاوب بوتيتوس ديالي. هاد بوتيتوس غنحتاج فيها البطاطا. البطاطا كناخد واحد الاناء يعني واحد البانيو، كنغسل فيه ديك البطاطا مزيان، وكنعاود الماء ندير فيه الخال، وكنعاود نرقدها، لان هاد بوتيتوس غادي نخليها بديك القشيره ديالها. اذا البطاطا غادي نغسلها ضروري مزيان. على كل حال ملي كنقطعها كنخليها تسقطر مزيان، ومني كتسقطر هاد البطيطه كنزيد عليه واحد ناخد واحد الغريبيل صغير، وكنزيد فيه واحد المعلقه كبيره ديال النشا ديال الذره مع معلقه صغيره ديال التحميره، وكنخلطها مزيان مع ديك البطاطا كي كتشوفوا، وعاد كنزيد عليها واحد جوج معلقات ديال الزيت، ونخلطها مزيان وندخلها الفران حتى كنطيب. دونك بور رياليزي مون بوم دو تيغ جي بوزوان دي بوم دو تيغ بيان لافي بيان رانسي اي سورتو بيان بروسي. جو لي كوب اي جو لاس اي بيان سور y goûter. Une fois les pommes de terre bien prêtes, je rajoute un mélange. Ce mélange, il contient une cuillère à soupe de maïzena,
avec une cuillère à café de paprika. Je tamise l'ensemble et je le rajoute sur les quartiers de pommes de terre. Je mélange bien le mélange. Après, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Et j'enfourne mon plateau dans un four à peu près à 200 jusqu'à 220 degrés pour 40 minutes. ريساش تيبقى لكم كامل الاختيار اما ديروا همبرغر يعني ساندويتش واحد يعني فيه ستيك واحد او لا ديروه مزدوج يعني فيه جوج ديال ستيك ومن بعد كتبقى اضافه ديال الخضر كيجيو زوينين هكذا كيجيو كروكون وكتنساوش ما تنساوش ديك الصلصه ديال البصيله اللي في المقيله فيها الكفايه وفيها l'état haïla. Bien sûr, pour l'assemblage du hamburger, c'est à vous de voir. Soit hamburger simple ou bien sûr hamburger doublé. Pour l'ajout des sauces, ça reste selon votre goût. Et ma prélina illa nwiddakoum. Ngoulikoum bislama. Ou illa liqa. Fi fursatin qadima. بحول الله. Au revoir. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.